مشيت للراشيدية، تعرف الموقع ديالها، ذهبت إلى وجدة، واليوم مجيء الدخلة جاي في هذا الإطار. نحن حزب لا نجري وراء الكراسي فقط، احنا الكراسي لا تلهينا على قضايانا الأساسية، ومن ضمن قضايانا الأساسية قضية الدفاع عن المغرب ووحدته واستمرارها، استمرارنا كأمة موحدة. ولذلك حرصنا أن نوجه لا في الشرق الرسائل التي يجب أن توجه، ونأمل من خلال الحوار اللي غادي يكون عندنا مع المواطنين كذلك أن نؤكد بأنه من الداخل احنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نريد أن نؤكد من خلال هذه الترشيحات ومن خلال هذا التجمع اللي تنعقده في الداخل أننا الاستمرار الحقيقي لحركة التحرير الشعبية، وأننا أوفياء لموقفنا فيما يتعلق بهذه يتعلق بالتحالف من عدمه. الله في المغرب للإعلام يسائل الفاعل السياسي حول تحالفات قبل أن نعرف الصندوق اش غادي يخرج. تحالفات في الديمقراطيات العريقة، في الديمقراطيات في الغرب اللي هي الأصل ديال الديمقراطية، تحالفات لا يجري الحديث بشأنها إلا بعد أن تعلن النتائج. ولذلك تتعرفوا الدستور المغربي اللي من حقه يبحث على التحالفات هو الحزب الذي سيأتي الأول، وإلى أن يظهر من هو الحزب الأول مخشي الإنسان يتحدث على تحالفات، لأنه اللي غادي يحرك العملية هو بعد تعيين جلالة الملك للحزب الأول لهذا المنصب، هذاك الحزب هو اللي غادي يختار يدق. كل شيء تمشي تعرض عليهم كثير، خاص تنتظر حتى يدقوا عليك الناس، ومني تيدق عليك تتشوف واش دق عليك، واش من برامج، واش من مرجعية، فاش تتلاقى معاه، فاش تختلف معاه حتى تدخل. أما هكذا هذا راه مصطف هنا وهذا، نحن غير مصطفين. سؤال طرح علي، لو كنت الحزب الأول، أنا كحزب أول الآن المحددات اللي عندي هي التالية: اليسار، ولكن ماشي قلت الرفض اليسار، قلت اليسار ضعيف وخادي ندق عليه بضعفه. ثم ثانيا حزب الاستقلال باعتبار الميثاق لنا، ثم ثالثا ندق على حزب الأصالة لأنه خمس سنين هذه داخل البرلمان ديال التنسيق، لأنه كان معنا في المعارضة، واحد كان معك في المعارضة لابد هذه تكون من الأحزاب، ونجحنا في التنسيق معهم في المعارضة فيما يتعلق بالقوانين اللي كانت تنأخذ فيها مواقف مشتركة. ولذلك ما خارج هذا الإطار، احنا حزب ما نعرضوش نفسنا أو نخرجوا على التوجهات اللي حددتها لنا الأجهزة التقريرية ديال الحزب. ما غادش يبقى عاطي الواحد في كل الأقاليم الصحراوية، في هذه الدخلة قادرة على استيعاب كل صحرائنا، قادرة مجال استثمارات، لأن الله وهبها الطبيعة خلابة موجودة على محيط الأطلسي، يمكن تكون هي المحطة الأساسية لعمقنا الإفريقي. قدام أن يكون فيها شي ميناء ليسع البواخر تسع فيه عشرات الأطنان ولا المئات ولا شحال، مني تكون فيه قدرة استيعابية ديال هذا النوع البواخر، تأكدوا أنها ستكون هي صلة الوصل بين المغرب ومشروعنا الإفريقي، أي ديال امتدادنا في إفريقيا.